لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. قال ابن كثير رحمه الله. وقوله تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، أي الذين لما رأوه في زينته قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فلما خسف به أصبحوا يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه، فإن الله يعطي ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض وارفع، وله الحكمة التامة والحدة البالغة. وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود رضي الله عنه إن الله قسم بينكم أخلاقكم، مرفوع قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. من كان في سنده مقال، إلا أن هذا الحديث صحيح المعنى جدا. إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والإيمان إلا لمن يحبهم. سبحان الله، حادثة الخسف بقارون أدت إلى يقظة عدد كبير من الناس. كانت المسألة عندهم الرغبة في أن يكون لهم مثل ما أوتي قارون، فلما حصل له الخسف كل منهم انتبه إلى أن أمور الأرزاق هي بيد الله عز وجل. لولا أن من الله علينا لخسف بنا، أي لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف به، لأننا وددنا أن نكون مثله. وكأنه لا يفلح الكافرون، يعنون أنه كان كافرا، ولا يفلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. اختلف النحاة في معنى قوله ويكأن، فقال بعضهم معناه ويلك اعلم أن، ولكن خففت فقيل ويك، ودل فتح أن على حذف اعلم. وهذا القول ضعفه ابن جرير يقول والظاهر أنه قوي، ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة ويكأن. والكتابة أمر وضعي اصطلاحي، والمرجع إلى اللفظ العربي والله أعلم. هذا ليس بظاهر، طالما أنها رسمت بذلك الصحابة اللي رسموها بالطريقة دي لهم عندها ليها عندهم معنى إيه مختلف. وقيل معناها ويكأن، أي ألم تر أن.
ألم تر أن قاله قتادة، وده أيسر، وأي كأن ألم تر أن، وقيل معناها وي كأن، وجعل حرف وي للتعجب أو للتنبيه، وكأن بمعنى أظن وأحسب. قال ابن جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة إنها بمعنى ألم تر أن، واستشهد بقول الشاعر: سألتاني الطلاق أن رأتاني، سألتاني الطلاق أن رأتاني، قل مالي قد جئتما بنكر. وإي كأن من يكن له نشب يحبب ومن يفتقر يعيش عيش در. ألم ترى بمعنى ألم ترى يا الله. قال ابن جرير رحمه الله: فخسفنا به وبداره الأرض، يقول تعالى ذكره: فخسفنا بقارون وأهل داره، وقيل وبداره لأنه ذكر أن موسى إذ أمر الأرض أن تأخذه أمرها بأخذه وأخذ من كان معه من جلسائه في داره، وكانوا جماعة جلوسا معه، وهم على مثل الذي هو عليه من النفاق والمؤازرة على أذى موسى. عن ابن عباس قال: لما نزلت الزكاة أتى قارون موسى فصالحه على كل 1000 دينار دينارا، وكل 1000 شيء شيئا، يعني طلع الزكاة 1 في 1000، أو قال: وكل 1000 شاة شاه، الطبري وشبه. ثم قال ثم أتى بيته فحسبه فوجده كثيرا، والعياذ بالله، 1 في 1000 طلع ايه؟ كتير. ده بيحصل كتير جدا والله. هي إيه دي طبيعة الناس اللي بتتعلق بالفلوس، يقول لك هطلع كل ده، هو انت عندك ملايين ومليارات؟ يقول لك ده كتير قوي. والله انا اعرف شخصيا من يكون كذلك، من يحصل له ذلك، يعني كلما تكتر فلوس كلما يلاقي يحسبها يقول لك طب ما ناخد القول بتاع اللي طلع 10% على الربح، فتوى بطلة طلعينها كده، يقول لك اللي حاطط فلوس في البنك يبقى نعمله زي الزروع والثمار، نحطه كده الفايدة يطلع عليها ايه 10%، مش عشان ما يطلعش على رأس المال 2.5%. طبعا الفايدة بتطلع كام؟ هي بتطلع في حدود 10%، لما يطلع 10% عشان يطلع ايه 1%، يطلع عش العش تأليف. دي زكاة عروض تجارة وأموال موجودة، والناس أول ما تحب تسحبها تسحبها كاملة. دي 1 من 1000 تعتبر رقم أصلي صح؟ ها؟ تعتبر 1 في 1000 رقم أصلي. إيه؟ إن الأصل 1 من 1000. لا 1%. قارون بقى لقى الأمر أكثر، فجمع بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل إن موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموه، وهو الآن يريد أن يأخذ من أموالكم. عايز يعمل ثورة عشان الايه؟ الفلوس. فقالوا: أنت كبيرنا وأنت سيدنا فمرنا بما شئت. فقال: أمركم أن تجيئوا بفلانة البغي فتجعلوا لها دعلا فتقذفه بنفسها. فدعوها فجعل لها دعلا على أن تقذفه بنفسها. ثم أتى موسى فقال لموسى: إن بني إسرائيل قد اجتمعوا لتأمرهم وتنهاهم. فخرج إليهم وهم في براح من الأرض فقال: يا بني إسرائيل، من سرق قطعنا يده، ومن افترى جلدناه، ومن زنى وليس له امرأة جلدناه 100، ومن زنى وله امرأة جلدناه حتى يموت.
أو رجمناه حتى يموت. الطبرية شوف هي رجمناه طبعا اللي هي الرجم موجود في التوراة، فكرة قصاص قطع يد السارق ورجم الزاني كلها موجودة في التوراة لغاية النهاردة. يعني اليهود دول ما لهمش دعوة بالتوراة يزعموا ذلك، تطبيق أحكام ما لهمش، ما لا يطبقون شيئا منها. مش وحشية برضه زي الإسلام ولا؟ ما هو ده العجب، ان هم العالم ما بيهاجمش التوراة ولا القرآن ولا بيقول لليهود شيلوا الآيات اللي فيها قطع يد السارق. عندهم ان يدك التي سرقت بها اقطعها قبل ان تجرك الى النار. وعلى فكرة الرجم الزاني موجود في الانجيل. قال لهم بس سيدنا عيسى طلب منهم انه يطبقوا حد الزنا على كل حد، ما يجيش واحد يستحق ان هو يترجم قبليها يجي هو اللي يرجمها. لما اوتي بزنا فقال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. الخطيئة دايما بتطلق على الايه؟ على الفاحشة. قال فقال قارون وان كنت انت، قال وان كنت انا. سيدنا موسى قال فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة، قال ادعوها فإن قالت فهو كما قالت. فلما جاءت قال لها موسى يا فلانة، قالت يا لبيك، قال أنا فعلت به ما يقول هؤلاء، قالت لا وكذبوا. سبحان الله. لا لا دي اعظم، دي يعني ما قدرتش. قالت لا وكذبوا ولكن جعلوا لي جعلا على ان اقذفك بنفسي، فوثب فسجد وهو بينهم. فاوحى الله اليه مر الارض بما شئت، قال يا ارض خذيهم، فاخذتهم الى اقدامهم. ثم قال يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى ركبهم. ثم قال يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى حقيهم. حقيهم يعني وسطهم مع خذ الإزار. ثم قال يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أعناقهم. قال فجعلوا يقولون يا موسى يا موسى ويتضرعون إليه، قال يا أرض خذيهم، فانطبقت عليهم. فأوحى الله إليه يا موسى يقول لك عبادي يا موسى يا موسى فلا ترحمهم، أما لو إياي دعوا لوجدوني قريبا مجيبا. لا لا كلام صعب أوي، مع إن هو لأن الله هو الذي خسف، مش كده؟ هو قريب مجيب سبحانه وتعالى، بس هؤلاء القوم لو كانوا دعوه وهم نزل بهم العذاب يبقى لا ينفعهم. قال انا وقد عصيت قبري. قال فذلك قوله فخرج على قومه في زينته. وكانت زينته انه خرج على دواب شقر عليها سروج حمر، عليهم ثياب مصبغة بالبهرمان. البهرمان اللي هو العصفر اللي هو اللون الايه؟ الاحمر الطوبي ده. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، الى قوله انه لا يفلح الكافرون. يا محمد تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عن المنهال عن الرجل عن ابن عباس، ده يبين ان الاسناد في رجل مجهول. قال لما امر الله موسى بالزكاة قال رموه بالزنا فجزع من ذلك، فارسلوا الى امرأة كانت قد اعطوها حكمها على ان ترميه بنفسها، فلما جاءت عظم عليها وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل
وأنزل التوراة على موسى إلا صدقتي، قالت إذ قد استحلفتني فإني أشهد أن إنك بريء وإنك رسول الله. فخر ساجدا يبكي، فأوحى الله تبارك وتعالى: ما يبكيك؟ قد سلطناك على الأرض، فمرها بما شئت. فقال: خذيهم. فأخذتهم إلى ما شاء الله. فقالوا: يا موسى يا موسى. فقال: خذيهم. فأخذتهم إلى ما شاء الله. فقالوا: يا موسى يا موسى. فخسفتهم. وأصاب بني إسرائيل بعد ذلك شدة وجوع شديد، فأتوا موسى فقالوا: ادع لنا ربك. قال: فدعا لهم. فأوحى الله إليه: يا موسى، أتكلمني في قوم قد أظلم ما بيني وبينهم بخطاياهم، وقد دعوك فلم تجبهم، أما إياي لو دعوا لأجبتهم. أرض نفس المعنى غير الصحيح، نفس القصة متكررة، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.